صباح النور من جديد مشاهدينا. يبدأ مشوار الحياة الزوجية بكثير من الاحتفالات والهدايا والعزائم والتجمعات العائلية، ولإتمام هذه المراسيم لابد من تحمل التكاليف كاملة، خاصة التكاليف. تحضر حالك. أنا أكيد الآن دون زرع خيبة الظن بأحد الأطراف أو التقصير بحق العادات والتقاليد التي تتوارثها الشعوب، أحيانا عن طواعية وأحيانا أشياء أخرى. صحيح. للحديث عن هذا الموضوع نستضيف معنا الاستشاري النفسي والاجتماعي أحمد يوسف. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح النور. كيفك؟ لونج تايم. وحشناك عنا مدة بريك. وقت كبير ما شفناك. الحمد لله. بقى احنا ندخل في الموضوع ديريكت دغري على الاخر. يلا ديريكت، لانه العريس لا مزل بدنا نقنع العروس انه ما تطلب تكاليف. لا خلينا ساعه، احنا اعطينا ساعه الاجابه الواضحه. علاش تحول الزفاف من هالشيء من هالشيء المفرح الى عبء كبير؟ يعني حاجه ولات مخيفه حتى الانسان. صحيح. لازم خاف انه يتزوج. هلا لك، هو الموضوع مرتبط بشكل اساسي بالمجتمع اكثر ما مرتبط بالافراد بالفردين. نحن عاده بتكاليف الزواج ومهر الزواج جزء منه حفله الزواج. هيدي كانت شيء مهم بالنسبه اجتماعيا للمجتمعات التقليديه، لانه كان فيها نوع من تعارف على العائلة، استعراض عائلة، فيها كتير مفاهيم اجتماعية أساسية كانت تركب بحفلة الزواج. هلأ نحن المجتمع عم بينتقل إلى الزواج الحديث اللي هو أسرع، أقل كلفة مفروض، وبعدنا بنفس الوقت ماشيين على التقاليد القديمة. فهذا الشيء صار عم يحب العبء كبير على الأزواج، وبنفس الوقت ما عم نقدر ننتقل منها بسهولة. يعني في مجتمعات عم تمشي أسرع شوي. يعني هلأ نحن عم نشوف في كابلز عم بيختاروا أنهم يعملوا حفلة صغيرة للأصدقاء والأهل الكتير قراب، وبنفس الوقت بيرجعوا بدل ما يحطوا تكاليف كتير عالية على حفلة الزواج أو على تكاليف ما قبل الزواج، يروحوا مثلا يعملوا فيها شهر عسل أو يجهزوا بيت أو يعملوا قصص تانية. هذا الشيء هلأ عم يبلش يظهر، بس طبعا عم يزعج الأهل والعائلة. وبالوقت نفسه أنه نحن عنا عائلة كبيرة، يعني كمان دعوة العائلة الكبيرة مشكل على التكاليف الحالية والأسعار الحالية والاقتصاد الحالي. صحيح. على مواقع التواصل الاجتماعي برز هناك تعليق أخذ عدد كتير كبير من الردود الفعل. كنت عم بحكي أنا وأمين قبل شوي عن هذا الموضوع، عن أب سعودي عندما تقدم رجل لابنته وقال له شو طلباتكم بالنسبة للعرس وبالنسبة ل يعني كل المترتب على العرس. فقال له أنه وفر القرض تبعك وتعا أعمل العرس عندي بالبيت، ببيت العروس. هذا الموضوع لاقى ردود فعل كتير كبيرة، وكأنه هذا الأب يعني لم يهتم للأثار الاجتماعية المترتبة على ظاهرة أنه نحن ما نعمل عرس قدام العالم وكيف بدهم الناس يشوفونا. شو هي الأثار الاجتماعية بشكل عام المترتبة على تصغير العرس ما يكون كتير كبير؟ وليه الناس عم تتجه لأنه نحن لا بدنا نعيش مقارنات كتير كبيرة بمجتمعاتنا؟ هذا مرتبط يعني ممتاز هذا السؤال، ومشان هيك يمكن لقى ردود فعل كتير كبيرة، لأنه نعم. فعليا هو الهدف الأساسي من الزواج، الهدف الأساسي هو السعادة. فإذا أنهك الزوجين نفسهم بتكاليف مالية باهظة كرمال حفلة زواج ليراهم الآخرين كيف بدهم يكونوا، أو ما هي الحفلة اللي هن عرضوا حالهم فيها، ومن بعدها فاتوا بأول بداية حالة زواج بإنهاك مالي عالي، فهن فاتوا مش بسعادة. يعني نحن فرضنا عليهم، فهذا الأب يعني بيكون بالعكس، بيكون عم بيحب بنته وبيحب هذا الزوج، لحتى هو فرض طلب منه هذا الشيء، لأنه أولا بيكون عملوا الحفلة اللي هن بدهم يفرحوا فيهم، وثانيا انه خفف التكاليف. بدل ما تكون هذه التكاليف عبء على الزوجين تكون تكاليف محدوده وبيكون فيها الاهل. وهذا الشيء كان كمان من زمان الاهل كانوا كثير يشاركوا بعمليه الزفاف. هلا كمان عم تروح اكثر عبء على الكابل، اكثر على الثنائي، اكثر مع الاهل. الاهل كان من زمان العائله كلها تشارك الزوجين بأعباء تكاليف الزواج، وبالتالي ما كان يحسوا فيها كتير كبيرة وهي كانت سهلة. هلأ نحن القسم الثاني الاستعراض الشوقف
يعني الاستعراض النفسي الاجتماعي اللي هو تباهي انه انا كان عرسي اغلى، كان عرسي احسن، طلعت فستان حقه هيك او صح. عملنا هيك او عملنا هيك، هيدي ظاهره اجتماعيه متعبه جدا بس يفوتوا فيها الناس بينهكوا كثير ماليا، يعني بتعبوا كثير ماليا. وللاسف انه في كثير ازواج، كثير ازواج يعني من خلال انا خبرتي دائما بنصحهم انه يقللوا التكاليف الزواج ويستفيدوا منها كشهر عسل، ويقللوا مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي مثلا نعم. وما ضروري الصور هالقد تكون عفوا ما يكون الصور هالقد كتير هي الشيء الأساسي، لأن أكتر ما الشيء الحقيقي هو سعادتنا. نعم. يعني إذا كانت السعادة بتنبنى على مبلغ ضخم من المال مقترضه من البنك كرمال أنت تعرض صورة حلوة لإلك بليلة واحدة، ففي مشكل كبير كيف عم تبني زواجك. صحيح. أحمد، من ناحية الاجتماعية الشيء هذا والتكاليف الكبيرة سبت تأخر كبير في نسب الزواج عند الشباب، يمكن حتى مش فقط في العالم العربي، أعتقد حتى في العالم. يعني آخر مؤخرا كنا نحكي على خبر من كوريا، تأخرت نسب الزواج في كوريا الجنوبية على سبيل المثال بشكل كبير، وحتى تأخر الإنجاب، وهذا أثر على الهرم السكاني وأثر على المجتمع. نحن في عالمنا العربي ما كناش عنا هالمشكلة في الشباب خاصة، وما كانش عنا المشكل الكبير من ناحية تأخر سن الزواج، ولكن التأخر متاعه ما هي الأثار المستقبلية خاصة مع الأجيال اللي ممكن تجي بعدنا، كيفاش باش تعيش فكرة الزواج؟ صح، لأنه هلأ التأخر في سن الزواج واحد منه هو التكاليف المالية الباهظة وتخلي العائلات، تصغير العائلة، يعني كانت العائلة تتكاتف بشكل كتير كبير لدعم الأزواج، عائلة موسعة، العائلة الموسعة كانت تتكاتف لدعم الأزواج، وبالتالي ما كان يحسوا بكتير هالقد عبء. هلا هذه العائلة عم تصغر كتير والتكاتف عم يصغر بسبب الأعباء الاقتصادية الكبيرة، وانه يمكن العائلات منا أصلا قادرة أن تساعد كتير، فعم بيساعدوا بشكل كتير محدود، وهذا الشيء عم بيزيد الأعباء المالية، الأعباء الاقتصادية، وبنفس الوقت أنه تكاليف التكاليف الستاندرد، يعني المعايير اللي عم تنحط لكيف بدها تكون حفلة الزواج، عم بتكون أعلى بكتير من القيمة الحقيقية أو للشخص الماديا واقتصاديا واجتماعيا. هيدا كمان عم بيسبب عبء تاني، وهودي من الأسباب الأساسية اللي هي عم أو من الأسباب المهمة اللي ممكن أن تساهم بتأخير سن الزواج. بس هناك أسباب تانية اللي هي أنه المدنية، لأنه نحن صرنا لحتى ندخل في سوق العمل عم نطول وقت أطول، صرنا بال24 نفوت بسوق العمل لتجهيز النفس صارتك لـ30، هذا إذا بنى حاله بـ30 أصلا. فصرت أنت عم بتلاقي أنه تأخير سن الزواج عم بيكون في مطالب كتيرة وأعباء، يعني بده يجيب بيت أو بده يستأجر بيت أو تكاليف كبيرة للحياة عم بتكبل الأشخاص أنه يخطوا خطوة كبيرة. يعني نعم. مثلا بتلاقي أنه المجتمعات اللي عم بتأمن منازل بسرعة لأولادها، مثلا الأب عنده منزل أهله وعم بيعطوه شقة لأخري، هيدا بتلاقيهم أسهل بتزوجوا أسرع، بيساعد يعني طبعا بتزوجوا أسرع. نعم. وهذه من العوامل اللي هي عم بتأخر سن الزواج. نعم. طبعا المدنية، التعليم، الحداثة، كلهم هودي أسباب كتير كبيرة أنه صار واحد عم بيفكر كمان أنه أنا طب أنا هلأ 24 تخرجت، طب بدي استمتع بحياتي شوي. نعم. مش بدي اتجوز دغري، هيك عم بيصير وحتى في عمر 30 يعني الانسان يحب يستمتع. نعم. بحياته مش فقط 24. نعم. ماذا عن افكار البنات ايضا؟ يعني البنت نفسها لما تقول انه انا ليش شو ناقصني لحتى ما ينعمل لي عرس اكبر، او الاب يعني في كثير من الاوقات بنلاقي انه الكابل او يعني اللي بدهم يرتبطوا ثنائي مثلا بيكونوا متفقين على انه يكون في عشاء بسيط، الا انه اب الفتاه بيقول انا بنتي مش اقل من اي بنت موجوده بالعائله او اي بنت موجوده بهالمجتمع. هذه الأفكار لأي مدى أيضا تضر يعني بمثل يعني بالزوج وبالزواج الناجح؟ بكتير، لأنه بكون عم تبلش بمشكل، عم تضغط على الكابل تيبلشوا حياتهم بمشكل مع العائلة ومع الناس. وتانيا يعني الأب اللي عم يضغط على الشاب حتى أنه بنتي أنا مش أقل من البنات بشكل سلبي، طبعا نحن عم نحكي مش أنه في ضغط عادي مقبول بس في ضغط مفرط. هذا الضغط السلبي على الزوج هو ما بيكون عم بفكر لا بسعادة بنته ولا بيكون عم بفكر بأنه أنا بدي يكون هن
عادي، عم بكون عم بفكر بالناس اللي عزموه قبل وانه كيف هو بده يشوف حاله قدامهم، وكيف هو بده يكون، كيف فلان عمل عرس هيك وانا ما عملت عرس هيك، شو بده يقول العالم عني. هني حقيقه ما بكونوا عم بفكروا حقيقه باولادهم وبساعدتهم، هي الحقيقه، بيكونوا انانيين لانه عم بفكروا بس كيف الناس بدها تشوفهم، نظره المجتمع عليهم. وفينا نقول هون مثل شائع جدا وكثير منيح بهذا، من راقب الناس ما تهم، يعني صحيح. اللي بيضل ناطر الناس شو بدها تشوف، هو شو بده يعمل، بيتعب كثير. صحيح. وبيتعب وكمان ما بيرضوا، شو ما عملتي ما بيرضوا. دائما احسن عرس بدهم يضلوا ينتقدوكي، واقل عرس بدهم يضلوا ينتقدوكي. صحيح. ما في ما بيرضوا. تعدلنا دقيقه ونص، فما حاجه مهمه ايضا. عزوف كبير من الشباب عن الزواج في مجتمعاتنا العربيه دفعهم للهجره، او البعض وحتى البنات دفعهم الى ما يسمى بصفقات تجاريه للزواج، يعني انه تاخذ الانسان اللي يكون عنده اكثر يعني مال ومشاريع. صح. وهو نفس الشيء ايضا معناه يتوجه الى المراه العامله اللي تكون تشتغل بمجال مهم ويكون معناه عندها مدخول، يعني مدخول المادي نتاعها الشهري يكون عالي جدا، فما يخليه هو مرتاح معناه انه نفسيا ما يكونش عنده هالعبء الكبير انه هو متحمل المسؤوليه. كله نفس الشيء بالنسبه للبنت ايضا، انه تحب ترتاح في حياتها، تعيش مع راجل، مش بالضروره الحب هو الاساس. هوني وصلنا ولينا نعيشوه برشا في مجتمعاتنا، واللي ما كانش عنده الحل هذا خذا حل الهجره مباشره والزواج من أجنبية، من الغرب او من الاجنبي، حتى الزواج من الاجنبي زواج مصلحه كرمال الجنسيه بشكل اساسي. وبعدين بيقولوا الاجنبيه مش متطلبه مثل العربيه، بسهوله في عيش معها بسهوله، وبعدين يرجع يتزوج، في ما يتزوج وبضل عايش، يعني في كثير امور اسهل. بس كمان حتى الزواج كمان بيدخل بزواج المصلحه. هذه جات عم تكتر اكثر كمان بسبب كل التغيرات الاجتماعيه والنفسيه اللي عم بتصير بالمجتمع. يعني طيب لامين سريعا، هذا الشاب الغير مرتبط، شو بدك تنصحه اليوم؟ ما خذتني حالة يا انا عمك انه ما يطلب كثير عرس غالي وعمل عرس بسيط. هلا هاي رسالة بنوجهها للعروس ايضا. نحن ما بدنا نكون، ما مشكلة، نحن بنكون بقلبنا معك مشان ما تتكلف، يعني ليه ما تخافش؟ انا ما عنديش مشكلة في تكاليف، اكيد مش ما عنديش مشكلة انه في تكاليف انه ندفعها، لكن ما عنديش مشكلة انه جامعة صغيرة وانا صغيرة حلوة وهيك. خلاص ان شاء الله الصيف اللي جاي حيكون العرس تبعك ان شاء الله. يلا يلا مبروك. الاستشاري النفسي والاجتماعي احمد يوسف، بدي اشكرك كثير على هالفقرة المميزة. شكرا لكم، يعطيك العافية.